وصلنا لاتفاق مع وزير الصحة في العلاج ان احنا ندخل المحامين منظومة التأمين الصحي الشامل بشروطنا احنا، وعطلنا المشروع لحد ما تخلص الانتخابات عشان ما نضيعش مشروع قومي يوفر مئات الملايين للمحامين في ظروف انتخابية مش كويسة وفي منافسة المفروض تبقى راقية محترمة تليق بقيمة وقامة نقابة المحامين وثوابت من العمل النقابي احنا تعلمناه.